العظمى، فهذا يعني ينبغي أن يراجع نفسه، وليس الصيام حليف عن كثير من الناس هو ترك الطعام والشراب والجماع فحسب، بل إن الصيام أكثر من ذلك، تطويع النفس الأمارة بالسوء، والصيام يقوي العبد على نفسه وشهواته، والمعدة لكن ضربون على حول هذا المفهوم، المعدة إذا امتلأت نامت، إذا تعمرت نامت كيعجبها النوم، نامت الفكرة أيضا وخاصة الحكمة، كتبقاش الحكمة، وقع على أعضاء العبادة يوقع التكاسل، إذا كان شبعان بزاف لا تروح ما عملش، إذا مشى ديالو عمرة شنو التراويح؟ ما كاينه تراويح، غيبقى يتفوه يبقى كذا وكذا مع سوء ينعس، بقاش يقضي الإيمان. إذن هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي تجنبها، والكلام والصيام عون على الكلام الطيب واجتناب الموبقات كشهادة الزور والغيبة والنميمة، هان واحد صايم ولا ماشي صايم، وخايف نقول لك أنا غنصوم ولا كذا وأنا وكذا، ولكن مع ذلك ماشي صايم، علاش؟ لأنه يغتاب الناس، يحلوا له تحدث الكلام في عرض الناس وهذه فلان عمل وهذه فلان عملت وهذه كذا وهذه كذا، راه ما عنده صيام. يعني من الناحيه الشرعيه لا صيام له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه. راه ما يحصلش شيء في دوخ راسه. اذا كان شهاده الزور ولا الغيبه ولا النميمه راه ما عنده صيام. قال جابر رضي الله عنه: اذا صمت، هذا الصيام الحقيقي، اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك صمتين، وليكن عليك سكينه ووقار، وان لا تؤذي جيرانك. هذا واحد يؤذي الجيران ديالو في شهر رمضان، شحال الخصومات كتوقع، شحال واحد يبقى يدابس في رمضان، شوفوا الاسواق كيفاش كتكون في رمضان، راه مصيبه كارثه، كارثه نعيشها جميعا كل عام. هل واحد يعني في رمضان عاد يبقى يجبد الناس ويدابس معاهم وكذا الى اخره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صام أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر، ما يبقاش يعني الصوم ديالو كذا إلى آخره، ما يسبش الناس، وإن سابه أحد أو قاتله شنو الدواء؟ فليقل إني صائم، ولا جل مرة فليقل إني صائم، إني صائم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه من فضائل رمضان المبارك، يشفع الصيام ويشفع القرآن في العبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه. رمضان يقول الله سبحانه وتعالى يشفعه فهذا الناس اللي صاموا اللي يقرأوا القرآن، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام شفعان. ومن فضائل هذا الشهر الكريم اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائمين يكرمهم الله عز وجل بغرف في الجنه يرى ظاهرها من باطنها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن هم يا رسول الله؟ قال: لمن اطعم الطعام وافشى السلام. السلام عليكم اللي كان يدزو عليها الجار ديالو يقول استاذ السلام عليكم، حنا كنعملوا واحد المثال اللي هو خاطئ، سلم على صاحبك ولا على خاطئ تصحبوا انت، هذا كلام خاطئ، هذه خطيره الشيء، بالعكس تسلم عليه ان الرسول كيقول لا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيات تدخلوا الجنه بسلام، او تدخلوا الجنه